شباب نعرف بديت عليكم قعدت نحكي برشا في بينونس وفي الفلوس. اليوم باش نحكي لكم كيفاش تجبد الفلوس نتاعك في من ادسنس، تجبدهم على البوستا ولا الكارتا او دينار ولا الاو دينار سمارت ولا دي دي سيت اللي بتبيعاتهم الكل يبداو بالكارتا. انا عملت فيديو سابقا على البنك نتاع اليو بي، لكن بعد الاستعمال والتعامل لعده اشهر مانيش راضي. الفريم تاعهم برشا، ما عندهمش ابليكاسيون موبيل تنجم تشوف فيها السولد نتاعك، تطلب الكارتا ظهر لي تقعد شهر باش توصل لك. وباش تعرف كيما نقولوا لي فيرمون اللي صاروا، يجيوك بار ميساج، الميساج يتكلف 2000، يجيوك زوز ميساجات في الجامعه، يعني تقريبا تلقى روحك باش تدفع في ديفري تقريبا 50 ولا 60 دينار في الشهر، اللي هما يعتبروا ظهر لي 4 ولا 5 مرات قد الفري اللي ياخذهم باي بال. يعني تقريبا بانك بالسيستم الخدمه نتاعهم عام 90 وتاخذ في فلوس اكثر. دونك تولي احسن سوليسيون هي انك تجبد على دي دي سيت ولا الاودينار سمارت. هذا الموضوع نتاع الفيديو، كيفاش تعمل الرابط حتى لين توصلك فلوسك وتكونفيرما الكونت والتواريخ الكل، هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا بالفيديو. بالنسبه للطريقه هذه الصالحه الا ما توصل للثريشولد ولا للمينيموم باي اوت اللي هو 200 دينار في تونس ولا 70 دولار ولا 70 يورو على حسب العمله اللي معمول بها الكونت نتاعك في ادسنس. اذا وصلت ل 200 دينار ادسنس باش يطلب منك انك تحط ميثود دو بيمون تخلص عليها. سابقا كان اي سيبورتي ويسترن يونيون، توا ما عادش، توا كان بالتحويلات البنكيه. دونك تعديو ديريكت للفيديو، ما نحبش نطول عليكم، نمشيو للشرح. وقبل كل شيء نفسر لكم، نحكي لكم على الكارتا دي دي سيت باش تعرفوا شنو هي المطلوب منكم وقت اللي تمشي تعمل في كارتا باش ما تصير لكش مشاكل. شباب الكارتا كيما هكا ثم 15 دينار تقريبا، ويطلبوا منك كان كوبي ولا نسخه من بطاقه تعريف. الحاجة المهمة اللي تركز معاها كي تشروا الكارت في الكارت باش يمدوه لكم في ماسو. الماسو فيه ورقة بيضة كيما هكاية فيها اللي دوني اللي تحتاجهم كي تجي تربي الكارت نتاعك بادسنس، باش تلقى يعني بتبيع نمر الكارت واللي كود هذوكم تو نجيوهم من بعد، لكن باش تلقى حاجة اسمها ريب ونمر طويل، هذاك النمر اللي باش يجيك عليه الفيرمون. دونك ما تسطيشوا حتى ورقه، خلوا الاوراق نتاعكم الكل. هو حاطين تنجم تكونسلتي نمر الريب نتاع الكارتا نتاعك اونليني، اما كان كي جيت تنجرب في السيت نلقاه السيرفر طايح. دونك تجنبا للمشاكل احتفظوا ديما بالوثائق نتاعكم، ما تطيشوا حتى ورقه، خاطر كل شيء موجود في الماسو هذاك باش تحتاجوه، يا اما في الرابط في الدي دي سيت ولا في لي كوردوني اللي باش تحطهم في ادسنس. ما نطولش عليكم، نتعديو ديريكت نحطوا مع بعضنا الريب، نشوفوا كيفاش باش يوصلنا الفيرمون على دي دي سيت وكيفاش يتكونفيرما الكونت، ومن بعد نحكيو على التواريخ وقتاش يوصلوا لكم الفلوس وقداش يقعد الفيرمون. بالطبيعة شباب ما تنجم يا تحط ميثود دو بيمون يتبدل الميثود دو بيمون تاعك الا ما يبدا السولد نتاعك في ادسنس فيت الثريش هولد اللي هي 200 دينار اللي حكينا عليها. انت باش تختار مانج بايمنت ميثود، يعني انا بالنسبه لي انا عندي دو كونت اون فيريفيكاسيون. بالنسبه لك انت كي تجي باش تحط لي دوني بتبيع على هنا باش تحط اسم، كي تجي تعمل انت في الكارت دينار بتبيع عملتها السيد اللي عملها لك ولا كان عملتها باسمك، باش تحط اسمك والنمر الطويل هذاك اللي حكيت عليه في الورقه اللي في الماسو. تقريبا التحويل يقعد 3 ايام نهارين وشويه، يعني ماكس 72 ساعه. انا وصلني التحويل بعد ما حطيت لي كوردوني الكل، جوست باش ندخل باش نعمل كونفيرماسيون على نمر الكونت. حبيت نوريكم كونفيرماسيون باش تتاكدوا انه الاكونت نتاعك سيد فعل ما فيش مشاكل. نشوفوا كيفاش وصلني التحويل، كيفاش تاكدت منه بالتليفون نتاعي من غير لا مشيت لا شديت الصف لا حتى شيء. نهارين يكونوا كافيين باش جوجل يبعث لك المونطون اللي يتراوح قيمته ما بين 100 فرانك ودينار، باش يعمل التيست على انه الكونت هذاك نتاعك ما تصير لكش مشاكل. باش تمشي تحل الابليكاسيون نتاعك ولا الكونت نتاعك على دي دي سيت، باش تثبت في الليفيرمون اللي صاروا بتبيع كيفاش تعمل تربط الكارت نتاعك في دي دي سيت. سهله ما تستحقش فيديو، جوست باش يطلب عليك اخر 4 ارقام الكارت الدينار سمارت نتاعك، او باش يطلب منك اخر 4 ارقام البطاقه تعريف، نمر التليفون والكود كونفيدونسيال اللي باش تاخوه نتاع الكارت اللي هو زاد ب4 ارقام، باش تمشي للي ريستوريك يعني كونت تعمل لي ريستوريك نتاعك. باش يطلب منك ال4 ارقام اللي هو الكود اللي مدهولك في الجواب اللي خديت فيه الكارت، باش تحط جيست الكود تعمل فاليدي، باش تلقى ديزي ريستوريك باش تثبت لي مونطون. باش تلقى كما انا عندي لهنا اول هيستوريك اللي هي جايه من عند عمك جوجل بقيمه 810 فرانك. باش ترجع الادسنس جوست تختار المونطون تاع 810 ويولي الكونت نتاعك على ادسنس فاليدي، وتولي الفلوس نتاعك توصلك على دي دي سيت لابليكاسيون ديريكت اللي تتيح لك انها مربوطه بالكارت. كنت تحب تجبد فلوسك من الاي تي ام ولا من البوستا ولا تنجم تبعث ديموندات تخلص فاتوراتك،
يعني عملية أكثر واعتمادية أكثر من البنوك اللي تاخذ برشا فلوس على غير حد شيء. دونك لو خيان بعد ما يوصلك الفيرمون صغير اللي جوجل باش يعمل بيه التيست كيفي انا ك 810 فرانك، باش تمشي للكونت نتاعك، نمر الكونت، باش تختار المونطون كيما نشوفوا لهنا 810، باش تعمل فيريفاي لهنا. شي يقول لك بعد ما حطيت 810 يور بانك اكاونت كذا 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 از فيريفايد، معناها تم التفعيل كيما نشوفوا لهنا، ولا مفعل. يعني لي فيرمون اللي جاو من ادسنس يتعداو ديريكت للكارت نتاعك دينار سمارت. هذا هو الرابط من ا جوسكا زيد. بالنسبه للكونتات القديمه كيما نوريكم لهنا، عندي اكونت قديم كان يدعم، كان ادسنس يبعث موندا ديريكت كيما نشوفوا لهنا. للاسف هذه الخاصيه ما عادش موجوده بالنسبه للحسابات للكونتات ادسنس القدم، كان يخلصوا بالجهه موندا. توا ما عادش توا تدخل الفلوس بالفيرمون بانكير. دونك هذاك هو الفيديو كيفاش تستلم فلوس اليوتيوب، ولا فلوس اللي عنده سيتات ولا بلوك سبوت ولا كذا، كيفاش ياخذ فلوسه على الدينار. توا تلقاو نمر الواتساب باش يخرج لكم توا. بالنسبه لاي واحد عنده سؤال ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. واللي عنده سؤال ولا موضوع ولا حاجة مش فاهمها يكتب لنا الاقتراحات، ما فهم حتى مشكل، كي بدا وقت عندي الوقت نفسر لكم. بالنسبة للأوقات نتاع البعثين، جوجل تقريبا تصب لك الفلوس على الكونت من نهار 7 لنهار 11. نهار 21 يعملوا الفيرمون، يعني يحسب 3 أيام، نهار 24 نهار 25 توصلك فلوسك. نهاركم طيب، السلام عليكم، تنسوش اللايك وسبسكرايب. إلى اللقاء في فيديو جديد وإفادة جديدة. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.